أعزائي طلب الطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأدعو الله أن تكونوا في أحسن حال وفي كل خير. يلا نحل تيست 3 بدون مقدمات. choose the correct answer from A, B, C or D. The hotel staff يعني staff يا مستر فريق عمل، برافو عليكم. تمام. are friendly يعني ودودين and not so more and more guests، لذلك المزيد والكثير والكثير من النزلاء. كلمة جست بمعنى نظيف أو نزيل في فندق. استينت يقيمون فيه، طبعا هلاقي كلمة efficient بعد ما بصيت على الأربع اختيارات هي الكلمة المناسبة والصحيحة. شكسبير دوت بليز، خد بالك من الجملة الجميلة ديت. ار ويل نون، ويل نون يعني ايه؟ معروفة ومشهورة وورلد وايد على مستوى العالم. از ا جريت بلاي رايت، يعني بلاي رايت كاتب مسرحي. شكسبير واللي مسرحياته تكون، مش اللي يلعب يكون، خد بالك لان في افعال يمكن استخدامها كفعل ويمكن استخدامها كاسم، منها الفعل بلاي بمعنى يلعب او مسرحيه، او ورك يعمل، او ورك او وركس اعمال، او فيزيت يزور، وفيزيت زياره. طب انا اعرف ازاي ان هي اسم او فعل؟ لو جه بعدها فعل زي الجمله دي يبقى هي اسم، تمام، وطبعا المعنى ياكد ده بعد ما قريت الجمله وفهمت معناها. طب لو لقينا مفيش بعدها فعل يبقى هي فعل الجمله، تمام. شكسبير دوتس بلايز اللي مسرحياته، يبقى دي علاقه ملكيه، يبقى هناخد مين؟ هوز. هناخد مين يا شباب؟ هوز للملكيه، قبلها مالك وبعدها اسم مملوك. طيب افرض يا مستر لقينا الفعل بس يعني مش اسم، ساعتها يا حبيبي هتستخدم هو مع العاقل ويتش مع غير العاقل. ودايما افكر حبايبي يا ريت سكتش الملاحظات بتاع الامتحانات معانا، بنسجل فيه كل ملاحظه لان الكلام ده مهم جدا جدا، هيساعدك كتير ان شاء الله تقفل انجلش باذن الله. last Saturday السبت اللي فات we don't to visit our uncle in the country sites. الله، طب انت عندك last Saturday خلصت الليله، ده علامه على زمن مين؟ الماضي البسيط، ده دي هديه يعني، يبقى هناخد طبعا went التصريف الثاني من go، تمام يا حبايبي. number 4 during، يعني during اثناء او في خلال. الله، ايه قاعدتها عشان تحل صح؟ لازم ايه؟ تسترجع القاعده بتاعتك عشان تحل صح. during تتبع باسم بمعنى بينما، صح، او اثناء. طيب فين الاسم في دول؟ was walking، walking ها walked ولا my walk؟ my walk طبعا هي الاسم. يقول لك لو عايز تجيب الاسم من الفيرب اي ان جي حط قبليه صفه ملكيه، يبقى لو عايز اقول تمام walking الاسم منها ايه؟ تقول my walk، her walk، his walk، فانت كده جبت الاسم من الفيرب اي ان جي. يبقى نقول اثناء مشي، اثناء مشي to the station I was talking to my friend. وصلت يا حبايبي؟ لكن ما ينفعش اقول during walking لان الاصل ان during لا تتبع بفيرب اي ان جي وانما تتبع باسم فقط. وصلت؟ اوعى، تمام، اوعى تتبع during فيرب اي ان جي، during تتبع بالنون بالاسم. 5 مركز معايا يا احمد؟ ايوه مستر مركز. طيب 5 دكتور مجدي يعقوبز دوتس هاز سيت اب. سيت اب يعني ايه؟ اسسه، تمام، او انشأ. ذا موست امبورتنت هارت سنتر ان ذا ميدل ايست، طبعا يبقى فاونديشن. فاونديشن يعني ايه؟ مؤسسه، تمام، او جمعيه. ايجيبشن تيتشرز هاف ذا دوت، هاف ذا دوتس تو دو جريت ثينجز اف ذي ار جيفن ذا تشانس، لو اعطوا الفرصه. طبعا كلمه تشانس بمعنى فرصه او صدفه. طيب عندهم القدرة والإمكانية، يبقى potential، كلمة potential بمعنى إمكانية أو قدرة. number 7 the word hospitality. الله، يعني hospitality يا شباب؟ حبيبي يقول مثل hospitality يعني كرم الضيافة، تمام. يقول لك the Egyptians اللي هم المصريين، تمام، بيتميزوا بإيه؟ بكرم الضيافة، تمام يا عم الحاج. have hospitality يعني بيمتلكوا كرم الضيافة. السيميلر ان مينينج يعني تدي نفس المعنى من كلمة ايه يا شباب؟ تو ذا وورد، ما احنا قلنا من شوية كرم، صح كده؟ كريم، صح صح معايا كريم؟ ايوه مستر. طيب يبقى كلمة كرم اللي هي كلمة ايه؟ جينيروسيتي، اللي الصفة منها جينيروس بمعنى كريم. وصلت كده؟ تمام. طبعا ممكن يقول لك بدل ما يقول لك السيميلر ان مينينج يقول لك ايه؟ يقول لك السينونيم بتاعها. احنا قلنا سينونيم بمعنى ايه؟ بمعنى مرادف، اللي عكسها انتونيم بمعنى مضاد. الكلمتين دول مهمين قوي تبقى عارف معانيهم، وبيجوا كتير قوي في الامتحان. امنيه دوتس سامي سويتس باي هير ماذر فور هير سكسس. الله، امنيه اشتري لها بعض الحلوى بواسطه، بواسطه مين؟ امها،
لانها نجحت او من اجل نجاحها. طبعا يبقى هناخد واظبط، واحد يقول له مستر ليه، اقول له ان الجمله بتاعتي بس في مجهول يا حبيبي، امنيه اللي اشترت ولا اشتري لها بواسطه امها؟ لا اشتري لها مستر. يبقى انا محتاج لصيغه مجهول، هنطير بوت ده صيغه معلوم، هطير هاز بوت معلوم، هطير هاد بين بوت ليه مستر؟ ما دي صيغه مجهول في الماضي التام. اقول لك لان الجمله ماضي بسيط، لان الجمله ماضي بسيط. طب ايه يا مستر يعني ليه ما فيش علامه على الماضي البسيط هنا؟ اقول لك يا حبيب قلبي، زمن الماضي التام لا ياتي منفردا في جمله. لا ياتي منفردا في جمله، وصلت الاول كمان مره؟ تمام، نكمل مع بعض يلا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اما ممكن الماضي البسيط عادي يجي منفرد في جمله سواء معلوم او مجهول. يعني يا مستر الماضي التام لا ياتي منفردا في جمله؟ لازم يكون معاه ماضي بسيط يدل على حدث ثاني، فيبقى الماضي التام يدل على حدث اول. وصلت ولا اقول تاني؟ اظن كده تمام. يلا بينا. نروح لمين؟ لناين. I can't stand people. يعني ايه؟ انا لا استطيع ان اطيق البشر او الناس، ما بطقش الناس. كانت ستاند على طول بيجي بعدها مين؟ الله، بيجي بعدها فيرب اي ان جي. من تعبيرات الفيرب اي ان جي بمعنى لا يحتمل او لا يطيق، فناخد بعدها فيرب اي ان جي سموكينج، يبقى اي كانت ستاند بيبول سموكينج اراوند مي وين اي ام ايتينج. تمام، يلا بينا. نمبر 10، ذا نيوز بيبرز انجاستلي. يعني ايه انجاستلي؟ يعني بدون عدل، بشكل غير عادل. خلاص شطار. دوتس از ا بلاير اباد ميد فيلدر. كلمه ميد فيلدر معناها خط وسط. تمام يا شطار. هنقول بقى ليبلد، يعني ايه ليبلد يا شطار؟ وسمت اللاعب او وصفت اللاعب بانه لاعب خط وسط سيء. طيب ليبل ما احنا واخدينها معناها ملصق يوضع المنتج او كفعل بمعنى يصف او يسم. تمام، وصلت يا شباب؟ تمام يا حبايبي، خد بالك جمل مهمه. نمبر 11، ريسيرشرز اللي هم الباحثين. طبعا كنا واخدين كمان التعبير دو ريسيرش بمعنى يعمل ابحاث. ار وركينج اون، يعني ورك اون. الله ينور يا اسراء، تقول لها مستر كوني عمل على تطوير، برافو. ا نيو سوفت وير، سوفت وير جديد. تو تيرن نقط دياتا او داتا، نطقين صح يا حبايبي، اللي هي المعلومات او البيانات، انتو يوزابل انفورميشن، الى معلومات يمكن استخدامها. حلو قوي قوي. يبقى انا محتاج لكلمه ايه؟ خام او اولي، اللي هي كلمه رو. تمام، بالايه طبعا مش بالاو. وصلت؟ حلو قوي. يبقى الاجابه هتبقى رو بمعنى اولي او خام. ده حتى ممكن نصف بها الاشخاص، او ليه الولد ده خام، يعني خام ما يعرفش حاجه في الحياه. سامي سجستد وي اول نوت هيم ات هيز فارم ان شرقيه. يلا امسك القلم واكتب الايه القاعده دي معايا. يقول لك فاعل ثم سجست او ريكومند ثم فاعل ثم فاعل، ناخد بعد كده فعل في المصدر او شذو المصدر. يبقى تاني القاعده، فاعل ممثل هنا في سامي، بعد الفعل ده في الفعل سجست او ريكومند ثم فاعل او ذات وفاعل، ناخد مصدر، ما لقيناش مصدر هلاقي شذو الفعل في المصدر. يبقى هناخد مين هنا؟ فيزيت، وديت موضع سؤال مهمه جدا جدا. نمبر 13، مستر هاني دولسين ا مالتي ناشونال كامباني فور 30 ييرز بيفور ريتايرنج، قبل ان يتقاعد. حلو قوي قوي. يبقى معنى كده ان عمله انتهى في الشركه. حلو، ادول يا مستر. فور موجوده، الله اكبر، يبقى هياخد مضارع تام لو موجود. لا لا ما فيش هنا مضارع تام الحمد لله اصلا عشان لخبطك. فور لو الحدث انتهى ناخد ماضي بسيط، يبقى في الجمله ده هناخد مين؟ وركد. ايه دليلك ان الحدث انتهى هنا مستر؟ راجل بيقول لك قبل ان يتقاعد، قبل تقاعده، يبقى الحدث انتهى. فما اشتغل لمدة 30 سنه قبل ان يتقاعد، يبقى خلاص الشغل انتهى، يبقى ناخد ماضي بسيط. لكن لو الحدث لسه موجود في الحاضر كنا نستخدم زمن المضارع التام، وهو اصلا مش موجود عندنا هنا في الاختيارات. وصلت يا حبايبي؟ يبقى فور لها استخدامين، تدل على الماضي البسيط لو الحدث انتهى، تدل على المضارع التام لو الحدث لسه موجود ومستمر. نمبر 14، تمام. الله الله، عجبنا قوي الواد عمر، ما بيسيبش ملاحظه الا لما بيدونها ورايا. برافو عليك يا حبيبي، ربنا يبارك لك. 14، the t-shirt that my father bought me for my birthday was very tight. tight يعني ايه؟ ضيق. تمام، التيشيرت اللي ابويا اشتراه لي، تمام، وقاصته لابويا. تمام، طلع ضيق. تمام، كهديه لعيد ميلاد طلع ضيق. طبعا تيشيرت غير عاقل، يبقى هناخد مين يا حبايبي؟ ويتش طبعا هي الاجابه الصحيحه. ما فيش علاقه ملكيه ولا في عاقل في حاله مفعول فناخد هوم، ولا في هنا ضمير او فعل فناخد وات، لان وات بناخدها امتى؟ لو قبل النقط فعل او ضمير بناخد وات. سجل. تمام، تمام. سناء غارت من عمر فاشتغلت هي كمان. ايوه كده، انا عايز الناس كده تبقى ايه، في حماس كده وشغل اليومين دول. خلاص هانت بقى، عايزين نعديها على خير.
طيب 15 the school rules القواعد المدرسية say that بتقول the headmaster should إن الناظر يجب أن of any problems at school. الله إن الناظر إيه should أولا فعل ناقش كان كان وكود شال وشود معلش شوية البرد مبهدلين شوية عذرا شال وشود وكان وكود ويل وود وماست وهاف تو وهاز تو هاد تو ونيد تو يوزد تو وار جوينج تو ها تمام is going to am going to دي كلها افعال ناقصه صح ولا يا شطار او شبه ناقصه زي ما بيقولوا دي في المعلوم بيجي بعدها المصدر بس. طب لو معنى الجمله مجهول يعني قبلها مفعول ناخد بي والتصريف الثالث زي الجمله دي. قواعد المدرسه بتقول ان المدير او الناظر يجب ان يخبر مش يجب ان يخبر يجب ان يخبر ها باي مشكله تحدث في المدرسه يبقى طبعا بي تولد. مين يا شباب؟ بي تولد. تمام. نمبر 16 It not for about 2 hours in our town. The streets are still wet. زي اليومين دول كده بسم الله ما شاء الله شوية شتاء يعني ملهمش حل. تمام. ها the streets are still ها still wet يعني ايه شطار؟ the streets are still wet معناها الشوارع ما زالت مبتلة مليئة بالمياه. يبقى هنقول has rained مش معنى المضارع التام لان يدل على فعل حدث في الماضي واثره موجود في الحاضر او قد يكون مستمر في الوقت الحاضر. يبقى هناخد مين طبعا؟ has rained. زي ما اقول لك ايه I can't open my flat لا استطيع ان افتح شقتي. ليه يا عم الحاج؟ as او because I have lost the keys لان ضاعت مني المفاتيح. المفاتيح ضاعت امتى؟ ضاعت في الماضي لسه اثره موجود في الحاضر يبقى زمن المضارع التام وده هام جدا جدا واهم استخدام لزمن المضارع التام. ان شاء الله هنزل لكم باذن الله هنزل لكم حل القطعه. انا شرحت كيفيه حل القطعه في حل الاختبار الاول تقدروا ترجعوا للاختبارات السابقه في قائمه التشغيل الخاصه بشرح مراجعه الثانيه ثانوي. شرحت كيفيه التعامل مع القطعه شطار تمام. والقطعه اهم ما فيها ان انت تتدرب كتير. لو حد فيكم عايز يحل القطعه ويكتب لي الاجابات تحت وانا اصححها له من عينيا الاثنين ولكن انا بختصر الوقت تمام وعايز احل اكبر قدر ممكن من الامتحانات. يلا بينا نروح للترانزليشن ترانزليت انتو عربيك. يلا بينا شباب نشوف الترانزليشن مع بعض. Translate into Arabic. Childhood influences man's personality and forms the broad lines of his identity. What a child acquires is very hard to change in later stages. لا آسف دي ترجمة الامتحان التاني اعتقد ان احنا خدناها امبارح. ايوه دي الترجمة الصحيحة ترجمة الامتحان الثالث عذرا. Translate into Arabic. تمام. ترجم للغة العربية. All experts recommend that everyone should make good use of their spare time. They assure that time lost can't be regained. الله الله على الترجمة. اقرأ ترجمتك مرة واثنين وثلاثة عشان تفهم معناها وتدي المعنى الصح يا حبيبي. مش لازم تترجم كل كلمة مش ترجمة حرفية. احنا عايزين ترجمة معنى حتى الكلمة الصعبة تقدر من السياق قبلها وبعدها تخمن المعنى. يبقى هنقول يوصي جميع الخبراء ويقول لك عندما تترجم من اللغة الإنجليزية للغة العربية الأفضل تبدأ بالفعل زي ما أنا عملت هنا كده. أنا قلت إيه؟ ها كل الخبراء يوصون ولا يوصي؟ يوصي جميع الخبراء يوصي. فالأفضل تبدأ بالفعل. طب أنا بدأت بالفعل صح برضو بس الأفضل أن نبدأ بالفعل حال الترجمة من إنجليزي العربي وأن نبدأ بالفاعل حال الترجمة من عربي لإنجليزي. وصلت ديت القاعدة دي مهمة جدا. يلا بنقول يوصي جميع الخبراء بأن يستفيد الجميع من وقت فراغهم ويؤكدون اهم يمكن كلمه في الحدوته دي كلها اللي هي اشور ذات. اشور اهم كلمه في الحدوته دي كلمه ايه؟ كلمه اشور ذات بمعنى يؤكد. تمام. يؤكد ايه؟ ويؤكدون ان الوقت الضائع تايم لوست ذا تايم لوست كانت بي ريجيند لا يمكن استعادته. يبقى ريجين بمعنى يستعيد. يلا نروح بقى للترجمه ترانزليت انتو انجلش الترجمه من عربي لانجليزي. بتقول ايه؟ يعتقد منظم المسابقات الرياضية الدولية أنها تساعد على تقارب الشعوب وإشاعة ثقافة التسامح والتفاهم المتبادل بما يؤدي إلى نبذ الكراهية والعنف. لا ما تزعلش إن الترجمة طويلة. اللي ترجم جملة ترجم 20 جملة ما فيش مشكلة بشويش كده وعندك وقت كتير على فكرة في الامتحان. فحنقوله يلا نبدأ بمين؟ بالفعل بتاع الجملة اللي هو مين؟ منظم المسابقات. يبقى ده الفعل بتاع الجملة اهو. منظم المسابقات مين؟ الرياضية الدولية. هتبدأ بقى بإيه؟ تقول إيه؟ organizers of يعني منظمه international دي الدولية ها sporting دي الرياضية ها competitions المسابقات. واحنا قلنا بنبدأ بالصفة لو في 50 صفة
عددهم وابدأ بيهم، بعد كده حط الموصوف اللي هو الاسم. competitions يعني مسابقات. يعتقدون ان، believe that يعني believe that، يعتقدون ان it help. طب انا هشيل مين يا عم الحاج؟ في غلط هنا، احنا بنقول مين؟ المسابقات الدولية. يعتقدون organizer international sporting competition believe that it helps. لا competitions جامعة، يبقى نقول ايه بقى؟ ها زي زي ايه؟ زي help. يبقى لازم في، انا قاصد خد بالك، لازم يبقى في تناسب بين الفعل والفاعل. طب لو competition واحدة يعني مسابقة واحدة، كنا قلنا it helps، وصلت ديت؟ عشان في ناس كتير قوي بتنسى النقطة دي، لازم يكون في تناسب بين الفعل والفاعل إفرادا وجمعا. الفعل جمع، فعل في المصدر، مفرد، فعل آخره اس، زي help to bring people together. يعني bring people together يا حبايبي؟ تقارب الشعوب، تمام، او تجمع الشعوب. and spread، الله، spread فعل بمعنى ينشر، تمام، واسم بمعنى انتشار. a culture، بس ينشر ايه؟ ينشر ثقافة، ينشر مرضا، ينشر وعيا، غير كلمة publish، ينشر صحفا او كتبا او روايات. ها في فرق، خد بالك، عشان في ناس تعملها لي بابلش، لا ما تنفعش. spread a culture of tolerance، يعني tolerance كلمة مهمة جدا، اللي هو مين؟ التسامح. وممكن يجي لك اسي مقال عن أهمية التسامح. and mutual، يعني كلمة mutual، كلمة mutual بمعنى متبادل أو مشترك، تمام يا باشا. understanding يعني تفاهم. which leads to، أو هذا يؤدي إلى، كلنا عارفين طبعا leads to بمعنى يؤدي إلى. the rejection يعني نبذ، من الفعل reject يعني ينبذ. of hatred، hatred الكراهية، من الفعل hate يكره. and violence، violence اللي هو العنف. وإلى هنا نكون انتهينا من حل الامتحان الثالث. ويا ريت حبايبي ركزوا على الكلمات الصعبة اللي موجودة في التراجم، يحطوها لي في السكتش، واحنا قلنا هنكون مع بعض سكتش كده نسميه ماي ديكشنري. أي كلمة صعبة تقابلنا في الامتحان، في أي سؤال، ندونها ونحفظها، ده هيساعدنا كتير. وألقاكم على خير إن شاء الله مع حل الامتحان الرابع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.